قبل عام كان من الصعب تخيل نساء في السعودية يتدربن على قيادة الدراجات النارية، لكن مع اقتراب موعد رفع الحظر عن قيادة السيارة والدراجة تتدفق النساء على حلبة في الرياض وهن يرتدين قمصان هارلي ديفيدسون. وعادة ما تكتظ الحلبة بالشبان من محبي السرعة، لكن منذ الإعلان عن إقامة دورات تدريب للنساء في شباط فبراير انضمت 4 شابات معظمهن سعوديات لتعلم قيادة الدراجة النارية. صار لي بمارس هاي الهواية تقريبا 5 شهور. بتعني لي أولا ما كانت تعني لي شيء، بس مع الوقت ومع التجربة ولما صرت شوف الشباب برا عنا بالشوارع كيف بيطلعوا على البايكس حبيت إني جرب، حبيت إني خود هاي التجربة لأعرف هن شو بيحسوا هن راكبين على البايكس. ففيني اختصر لك الشغلة كلها إنك بتحسي بالحرية وانت طالعة على البايك. وطوال عقود بقيت قيادة السيارات والدراجات النارية حكرا على الرجال. طبعا احنا ممتنين للتغيرات اللي قاعدة تصير والدعم اللي قاعدين نشوفه من الحكومة، فالحمد لله هذه فرصة احنا البنات نستحقها وهي جتنا واحنا ممتنين لها. وينظر إلى قرار رفع الحظر عن قيادة المرأة في السعودية للسيارة والدراجة النارية على أنه أبرز التغييرات الاجتماعية التي شهدتها المملكة في الأشهر الماضية ضمن حملة أطلقها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.